تكاثرت الديون على معاذ بن جبل رضي الله عنه حتى بلغني الحال أنه كان يمكث في بيته يومين لا يخرج إلى الطريق أو السوق خشية أن يلاقيه من يطالبه بتسديد الديون. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك دعاء إن دعوت به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.